السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. النهاردة هنتكلم عن دور وزارة التربية والتعليم في ظل الأزمة اللي احنا فيها. بس قبل ما اتكلم عن دور وزارة التربية والتعليم، حابة اتكلم عن حاجة مهمة جدا، حاجة احنا كلنا شايفينها وكلنا كل يوم بنسأل عنها، اللي هم مجلس النواب ومجلس الشعب. فينهم؟ مش عارفين. طبعا انا مش هجيب سيرتهم عشان ما حدش يقول بتكلم في سياسة وبتكلم ومعارضة والكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه دايما، ولكن هو الساكت عن الحق شيطان الأخرس. أنا أحب أشكر النائبة الجميلة، هي مش نائبة ولكن لقبت بنائبة الغلابة، الأستاذة فاطمة شهيد، والأستاذة الإعلامية الجميلة اللي كان لها دور مهم جدا في انخفاض الأسعار واستغلال جشع التجار، الإعلامية الجميلة إيمان حجازي، والأستاذة مها زكريا. بجد دول هم اللي يستحقوا إن يرفع عليهم القبعات، هم دول اللي يستحقوا المناصب، هم دول اللي يستحقوا إن احنا ننزل ونبي مطالبهم، هم دول اللي يستحقوا ان احنا ناخدهم كقدوه لينا، مش النواب اللي هم ننتخبهم وفجاه نلاقيهم اختفوا، فجاه ندور عليهم فينهم؟ الله اعلم بيهم. هو موضوع حلقه النهارده عن دور التربيه والتعليم او وزاره التربيه والتعليم في ازمه كورونا. ازاي نعمل بحث؟ ازاي هنفهم البحث ده ازاي؟ التقديم عليه ازاي؟ كل ده هنعرفه مع الاستاذ احمد محمد، مدرس اول لغه عربيه، ومع الاعلاميه الجميله هبه عبد الفتاح، ومع الإعلامية المتميزة هند شاهين. هنعرفهم طبعا ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة جدا من برنامجكم أسرار الحياة، وكما عودناكم كل حلقة بنستضيف ضيف من خلاله بنستفيد وبنتعلم من خبرات المهنة بتاعته. النهاردة في حلقتنا النهاردة هنتكلم على كيفية أداء الأبحاث للمرحلة الابتدائية والإعدادية، كمان المشكلات اللي بتواجه الثانوية العامة مع النظام الجديد. معاك ومعانا النهاردة قائد من قواد اللغة العربية، القائد أستاذ أحمد عباس. اهلا وسهلا بحضرتك مستر احمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، نورتنا النهارده. صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. صباح النور يا فندم. في البدايه مستر احمد كنا عايزين نتعرف على حضرتك اكتر. انا استاذ احمد عباس، مدرس لغه عربيه بمدرسه سان فرانسان دي بول في الحلميه الجديده. اهلا وسهلا مستر احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب في سؤال عايزين برضو نساله ونستفاد النهارده بحضرتك في كل حاجه. طبعا. طيب في البدايه، ما هي اهميه اللغه العربيه وكيف اثرت اللغه العربيه على اللغات الاخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما نعلم جميعا ان اللغه العربيه هي لغه القران الكريم. تمام. هي اللغه التي انزل الله بها كتابه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. كما ان اللغه العربيه هي مفتاح الثقافه العربيه. أكيد. يعني هي الاساس للثقافه العربيه، فهي لغه الادباء والعلماء والمفكرين والمثقفين العرب، فبالتالي هي اساس من اساسيات الحياه. اللغه العربيه هي اساس من اساسيات وجود الحياه واساس من اساسيات التعلم. تمام. أستاذ أحمد، كلنا شايفين دلوقتي أن اللغات الأخرى بقت يعني يعتبر هي دلوقتي اللي بتأثر في اللغة العربية، مش اللغة العربية اللي بقت تأثر فينا. يعني معظمنا دلوقتي بقى يتجه طبعا للكورسات لغات أخرى طبعا وكده. وكمان حتى في العربي ما بقناش نكتب عربي خالص، اللي هو على السوشيال ميديا وكده كله بقى فرانكو طبعا وكده. إزاي نعيد للغة العربية يعني قيمتها ومكانتها من أول وجديد؟ طبعا ده واضح جدا من خلال شغلنا كمان كمدرسين لغه عربيه، واضح جدا عدم اهتمام الطلاب حتى باللغه العربيه، ودي مشكله بنقابلها. دي مشكله بنقابلها جامده جدا. يعني حضرتك لو دخلت دلوقتي على السوشيال ميديا تلاقي الاف الاخطاء، الاف ايه بل ملايين الاخطاء، في الاخطاء الانبائيه والاخطاء النحويه. تلاقي الطاء مكان التاء والقاف مكان الكاف. والله احيانا كمان بقت من المتعلمين اكثر من الغير متعلمين بصراحه. ده بقى كتير جدا. يعني حتى حضرتك انا ملاحظ حاجه غريبه جدا، احنا لما بيجي لنا اي اجنبي من اي دوله دايما هو اللي بيتكلم بلغته وبيفرض لغته داخل بلدنا، معتز بيها. يعني هو حتى لو جاي من فرنسا، من المانيا، من اي دوله، لازم تلاقيه بيتكلم باللغه حتى الفرنسيه الالمانيه، مش اللغه الانجليزيه حتى. انت لما تيجي تكلم انجليزي لا، هو معتز باللغه بتاعته، وانت لازم تتعلمه اللغه بتاعته عشان تعرفي تتناقشي معاه. طب تعالى حضرتك بقى، احنا كمصريين او كعرب نطلع خارج بلدنا ونروح اي دوله اوروبيه، فتلاقي حضرتك ان انت برضك لازم تتعلمي لغه الدوله اللي انت رايحاها. طب ليه؟ ليه انا كمدرس لغه عربيه او انا كانسان عربي عادي جدا كانسان مصري ما اتعلمش اللغه العربيه واعتز بلغتي؟
فلازم حقيقي. ابنائها هم اللي لازم هم اللي يتعلموا اللغه العربيه ويهتموا بيها. احنا اصلا لو اعتزنا بيها هم كمان هيهتموا بان احنا نتكلم بيها، وهم اللي هيحاولوا ان هم يتعلموها عشان يقدروا يكلمونا بيها. بالظبط. لكن المشكله فينا احنا ان احنا اصلا مش معتزين. حضرتك 23 دوله عربيه، احنا لازم نكون قوه واحده، لازم احنا نفرض سيطرتنا ونعتز بلغتنا بتاعتنا. باللغه فعلا القران الكريم منزل باللغه العربيه، ده شيء كمان لغه القران الكريم لغه اهل الجنه، فهي من افضل لغات العالم. اكيد. طيب في برضو سؤال لمستر احمد بيقول، من معظم الطلاب دلوقتي على الساحه التعليميه كلهم بيواجهوا مشكله ان ازاي يقوموا بالبحث المطلوب منهم، سواء كانت مرحله ابتدائيه او اعداديه او ثانويه. دي مشكله كبيره، جميع اولياء الامور مش عارفين وحصل بلبله اني اعمل البحث لابني ازاي. فطبعا انا عايزه حضرتك تعرف جمهورك ازاي هنعمل البحث ازاي. طبعا. هو موضوع الابحاث طبعا هو موضوع الشائك دلوقتي في كل مصر طبعا، والطلبه اولياء الامور كلهم بيسالوا عن موضوع البحث. هو بالنسبه للمرحله الابتدائيه احنا عندنا 4 ابحاث، وبالنسبه للمرحله الاعداديه عندنا 3 ابحاث. طيب انا دلوقتي كطالب في المرحله الابتدائيه او الاعداديه اعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه لازم نخش نسجل على موقع اسمه الإيدمودو. الإيدمودو ده الموقع اللي هنرفع من خلاله البحث بتاعنا. طيب انا اسجل على الموقع ده ازاي، اللي هو الإيدمودو اسجل عليه ازاي؟ التوضيح بقى كامل، توضيح كامل. لازم حضرتك يكون معايا 2 كود، كود الفصل وده انا باخده من المدرسه، وكود باخده من الرقم القومي اللي هو موجود في شهاده الميلاد، يعني كود الطالب نفسه، وكود الفصل باخده من اداره المدرسه او من معلم الماده. تمام. طب الكود اللي هو تبع شهاده الميلاد ده ده يعني بناخده بعد كود الفصل عن طريق الانترنت ولا برضو خاص ده قبل ده؟ مش الموضوع مش هيختلف معايا في حاجه. انا اقصد ان هو ملوش علاقه بالمدرسه، يعني كود واحد بس اللي بناخده من المدرسه اللي هو كود الفصل. تمام كده، كود الفصل ده بناخده من المدرسه او من المعلم بتاع الفصل. تمام. اما الكود الثاني ده بيكون عن طريق الانترنت بالرقم على رقم القومي من خلال شهاده الميلاد، بجيب كود الفصل وبجيب كود اللي هو من الانترنت. تمام. وابتدي اخش اسجل على صفحه الإيدمودو. تمام. بيبقى طالب الكودين طبعا، بس قبل كود الفصل قبل كود الانترنت كود شهاده الميلاد بكتب MOE او اول 3 حروف من اسم الطلاب. دي مشكله بقى كبيره واجهت اولياء الامور، واتصلوا بيا امبارح بسبب ان احنا بنكتب MEO ولا بنكتب اول 3 حروف. والله هي مشكله، هي دي مش مشكله ولا حاجه، انا لو كتبت اول 3 حروف من اسم الطالب تمام، كتبت MOE، المهم ان انا اسجل باي طريقه ممكنه. طيب وبكتب الباسورد طبعا، وبيبقى ليا حساب خاص على الإيدمودو، فبالتالي اقدر ارفع البحث. طيب استاذ احمد عباس معلش، معانا مداخله من استاذه عبير. اهلا وسهلا استاذه عبير. استاذه عبير اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عبير، منورانا النهارده. ميرسي، ربنا يخليكي. استاذ احمد عباس مع حضرتك. انا بس حابه اشكر مستر احمد عباس، حابه اشكر مستر احمد عباس جدا، وحابه اشكر برنامج صحه البرنامج الصحه والجمال. اهلا بحضرتك، بجد الحلقه اكثر من رائعه، واتمنى ان مستر احمد مزيد من التفوق والنجاح يا رب. ميرسي جدا، شكرا لك. ميرسي جدا استاذ جداً. عبير شكرا لك، احنا تشرفنا كمان باستاذ احمد عباس، منورنا النهارده ان شاء الله. تمام استاذة. تمام. طيب ايه هي الاستراتيجيات او الاليات اللي تخلي الطلاب يعني يكونوا حابين اللغه العربيه؟ وهنرجع تاني برضو بعد اجابه السؤال ده لموضوع الابحاث عشان نكمل موضوع فيها. مهم جداً. اكيد طبعا. والله انا شايف حب الطالب اللغه العربيه لازم يجي من حب للاستاذ، حب الاستاذه. فانا كمعلم لغه عربيه وكم واحد لازم اخلي الطالب عندي يحب الماده بتاعتي، يحب مدرس الماده دي. طبعا لو حب المدرس من خلال هيحب الماده طبعا جدا. من خلال كذا حاجه. تمام. اولا الاستراتيجيه اللي انا بستخدمها او الاليه، مثلا استراتيجيه او انا بشرح درس جديد فلازم استخدم مثلا عصف الذهني، ابتدي امهد الطالب اللي عندي للموضوع. ما اقولوش ده النهارده هنتكلم عن كذا، لا انا لازم امهد دماغه النهارده عندنا موضوع كذا، فيبتدي الطالب يحضر ذهنه. يشتغل شويه بقى بالظبط، يعني يكون عنده حضور كمان، وهو يعني حضرتك بتشرح له الدرس يكون عنده حضور وتبقى دماغه شغاله. بالظبط، لازم امهد دماغه ومهد، لازم ياخد يبقى عن طريق التلقي بس ذهنه ان هو يكون حاضر معايا. ثانيا اخلي الطالب مكان المعلم، بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن اخلي الطالب يحضر الدرس، بمعنى ممكن اخلي الطالب طب تعالى انت فاهم الحته دي قوم قولها لي، قوم اشرحها لزملائك. دايما تعلم الزميل لزميله الثاني بيبقى اسرع بكتير من معلم يوصل لطالب، من طالب لطالب اسرع، لان في نفس المرحله السنيه هم اقرب لبعض شويه. احاول اغير طريقه شرح، مش كلها نظام حفظ وتلقين، لازم ابتدي مثلا ايه لو الدرس مثلا في شغل معين
ابسطها له، احاول اعمل حاجه مثلا لعبه اسمها الكرسي المتحرك، ان انا مثلا اجيب او كرسي ساخن، اجيب الطلبه عندي تقعد على الكرسي دوت، ويلا اسالوا زمايلكم في اللي فات كنوع من انواع المراجعات. لازم اجدد في طريقه الشرح، في طريقه العرض، مش كلها حفظ وتلقين. الو الو، السلام عليكم. الو، على حضرتك استاذ محمد، منورنا. من حضرتك استاذ محمد سعد معانا النهارده. منوريني والله الشاشه، ومستر احمد منور الشاشه، وانا بحب اشكركم. شاكرين جدا. وبشكر قناه الصحه والجمال. وبس كان في سؤال بسيط عايز اساله لمستر احمد، بالنسبه بالنسبه لموضوع البحث. انا بس كنت عايز رايه الشخصي، هل ده بيفيد ثالثه اعدادي ولا هو رايه ايه بالظبط؟ تمام. هو كده كده مستر احمد هيكمل معانا دلوقتي كلام عن موضوع الابحاث بعد ما يخلص سؤالنا. شكرا استاذ محمد، شكرا جدا لحضرتك، هرد على حضرتك حالا. حاضر. تمام، اتفضل يا مستر. طيب ده موضوع الاستراتيجيات، وان انا ازاي احبب الطالب بتاعي في ماده اللغه العربيه. تمام. ممكن ما نرجع لموضوع الابحاث، عشان ده انا شايف ان الموضوع ده اهم طبعا. طبعا موضوع مهم جدا. تمام، احنا وصلنا لحد ان الطالب بيدخل على الموقع اللي هو ادمودو او اللخبطه اللي حصلت في اسم المستخدم. تمام. طيب موضوع البحث، طبعا هي اي حاجه جديده بتبقى علينا بتبقى صعبه جدا في التنفيذ، بيبقى خايفين منها كمان، دي مشكله. تمام. فانا عشان اعمل مثلا طالب مثلا ابتدائي فعنده اربع ابحاث يختار منهم بحث. معلش اسفه في مداخله. استاذ اسلام، اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم مستر احمد؟ اتفضل يا فندم. حضرتك طبعا انا حابب اشكر مستر احمد جدا جدا جدا، وانا بعتبره من احسن مدرسين اللغه العربيه الموجودين حاليا. انا صديقه الشخصي طبعا، وحابب احييه جدا جدا جدا، لانه انسان مجتهد جدا جدا في عمله. اكيد طبعا. وحابب اشكره جدا جدا، وبتمنى له التوفيق والنجاح يا رب. اللهم امين يا رب. شكرا يا اسلام. شاكرين جدا استاذ اسلام، بنشكر حضرتك جدا جدا. طيب احنا تاني حبايب حضرتك كتير ومداخلات حضرتك. ربنا يخليك. زي ما اتفقنا ان انا موضوع البحث جديد عليا، فانا لازم اول حاجه بالنسبه للطالب ان هو يختار البحث اللي هو هيتقدم فيه. مثلا هو اتكلم عن السياحه بالنسبه لطلاب ابتدائي، فبالتالي انا هختار السياحه. يبقى انا لو انا هعمل في مجموعه لازم اقسم الطلاب بتوعي لاربع او خمس افراد حسب عددهم، ما يزودوش عن خمس طبعا زي ما كلنا عارفين. وكل واحد يبقى متميز في حته. انا متميز ان انا اجيب المعلومه. صديقي التاني متميز ان هو يعرف يوصل المعلومه او يدخلها عن طريق الانترنت. صديقي التالت متميز ان هو يقدر يجيب لي صور تخص البحث ده. الرابع ممكن يقول لي عنوان كويس للبحث. تمام. تشغيل الذهن للطلاب. طب انا هشتغل لوحدي، انا طالب هشتغل لوحدي. خد المعلومات كلها اللي انت عارفها عن السياحه واكتبها في ورقه خارجيه، ما فيهاش اي مشكله. تمام. اكتب كل المعلومات في ورقه فلوسكاب زي ما انت عايز، في ورقه خارجيه ما فيهاش اي مشكله خالص. تمام. وبعد كده قدامك حل من اثنين. يا تكتب البحث دوت عن صيغه الوورد وتقدر ترفعه على منصه الادمودو، يبقى دي حاجه كويسه. او تاخد البحث اللي انت كاتبه دوت وتكتبه بردك بصيغه الوورد او البي دي اف على جهاز الكمبيوتر، ودي حاجه سهله بالنسبه للطلبه او لاولي الامور، مش صعبه. تمام. وتسلمه على فلاشه لاداره المدرسه، وهي ملزمه ان هي ترفعه على المنصه التعليميه او على موقع الادمودو. تمام. طيب. بالظبط ده اللي انا كنت هتكلم مع حضرتك فيه، لان برضو مش كل الناس عندها انترنت. بالظبط. يعني مش كل الناس متوفر عندها الحاجات دي. طبعا مش متوفر عندهم الحاجه دي. طيب. فكنا عايزين نعرف برضو يعني ازاي ان هم هيوصلوا او هيوصلوا البحث بتاعهم. طبعا حضرتك طبعا على انا موجود، انا موجود في اي وقت حضرتك لو. طيب. لو حد يتواصل مفيش مشكله خالص. معانا صور، معانا صور حضرتك على الشاشه. ممكن حضرتك معلش تعلق على الصور اللي هتظهر دلوقتي حضرتك. تمام. طبعا دول الطلبه عندي زياد ومازن، دول من اول ما شاء الله تاني اعدادي، ويعني هم طلبه متفوقين طبعا ما شاء الله عليهم، يعني زياد ومازن ربنا يبارك. دي في مدرستي سان فرانسان دي بول. طبعا انا مدرستي بعتز بيها جدا، وهي من افضل فعلا المدارس الموجوده، هي مدرسه رهبات. فعلا هي التربيه والتعليم، انا شايف ان هي مدرسه رهبات، مدرسه من المدارس المحترمه جداً. جدا. ودول طبعا بناتي انا بعتز بيهم جدا، وافتخر ان انا درست لهم. يعني ده موضوع الابحاث بالظبط، الاستوى اللي عندنا ديت، ده ازاي نشتغل على البحث نفسه. تمام. بمعنى طبعا ان في الصفحه دي كان موجود ان كل طالب يختار موضوع بحث واحد يخص. تمام. كل المواد، مش هعمل في كل ماده بحث. تمام. طبعا هم خمس طلاب او اربع طلاب حسب نوع العدد الافراد اللي هيخشوا في البحث ده، ممكن. تمام. طالب يعمله لوحده. فدي كانت في الصفحه اللي معالي الوزير قال دكتور طارق شوقي. طبعا واحنا معانا طبعا هم يستفادوا طبعا من الصور ديت اللي موجوده معانا. طبعا دول برضك طلابي من مدرسه المناره، طبعا جنات وسهيله ودينا وبنات كتير، جنى
دي كانت يعني طلاب عاملين لي السوره ديت، انا والدي الله يرحمه، وده كأس التفوق يعني طلابه مسمينه كده ومديني كمان درع، يعني حاجه مميزه جدا ما شاء الله. ما شاء الله. دي اول دفعه ثانويه عامه انا خرجتها من مدرسه سان فرانسان دي بول، كانت السنه دي دول ثالثه ثانوي ساره وسيلفيا، ودول من افضل بنات وطالبات المدرسه بشهاده الجميع يعني ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم جميعا يعني. اللهم امين. ده موضوع الموقع الاودو مودل زي ما قلت لحضرتك، ده بنبتدي بالاسم الاول اهوت، وبعد كده بعد الاسم على طول بيجي زي ما قلت لحضرتك الكود بتاع الطالب وكود الفصل تمام، وبعد كده في الايميل بيكتبه او لا، وبعد كده في اللي هو رقم السري بتاعه اللي هو بيقدر يعمل بيه. يعني يا استاذ احمد برضو انا عايزه اوضح برضو للساده المشاهدين ان حكايه اسم المستخدم ديت ما فيهاش اي مشاكل، كتبنا ثلاث حروف، كتبنا طالما عمل تسجيل، عملت اكونت داخل الموقع، عملت حساب، انا ما عنديش مشكله ده، متسجلت مفيش اي مشكله، خلاص مفيش اي مشكله. انا يهمني ان حضرتك تخشي على موقع الايد مودو تسجلي جوه، سجلت انا جوه تمام خلاص مفيش مشكله، اقدر بعد كده اشتغل على البحث بطريقه سهله جدا، هو بس موضوع جديد علينا طبعا وطلابنا مش واخدين، يعني المشكله مش في موضوع البحث خالص، هي كل المشكله ان انت توصل للموقع وتسجل فيه طبعا طبعا، هي المشكله كلها البحث. احنا خلاص عرفنا ازاي التسجيل والبحث كويس. خلاص عرفت ان انا ممكن اكتبه واكتبه على الكمبيوتر وابتدي اقدمه لاداره المدرسه لو انا مش قادر افعل المنصه التعليميه او الادمو. والله برضو يا استاذ احمد انا شايف مدارس كتيره يعني مراعاه الظروف، ان احنا فعلا دي اول مره حاجه تحصل لنا، فلا يا صراحه شعله نشاط في المدارس، عمالين يقسموا الطلاب، عمالين يعملوا لهم جروبات. طبعا اداره المدارس بتتعاون جدا مع الموضوع ده طبعا، مديرين كتير بامانه يعني واقفين في العمل دوت في اجتهاد وينظموا ويعملوا الحمد لله الحمد لله. طيب في سؤال تاني يا استاذ احمد بيقول لطلاب، طبعا بقى احنا ندخل على الثانويه العامه تمام. دي طبعا نظام التابلت ومشاكل كتير طبعا. طيب انا عايز اعرف حضرتك ما رايك في النظام ده بالذات، نظام التابلت بتاع اولى ثانوي؟ والله هو نظام التابلت نظام مميز جدا وجميل جدا، بس مشاكله وعيوبه موجوده بكثره جدا، بمعنى تمام. اولا تلاقي الطالب هو امتحان في اولى ثانوي زي امتحانات تجريبيه، اخر امتحانات اللي هم لسه شغالين فيها لغايه 22 لغايه 22 زي ما احنا كلنا عارفين يعني. فالموضوع ده تلاقي السيستم بيقع منهم، الطالب مش عارف يخلص امتحانه. طب دي مشكله، بعد ما احل التوتر العصبي، بعد ما انا احل بعد كل دوت الاقي السيستم وقع، طب دي مشكله، انا خرجت خالص من مود تفكيري ومود تركيزي وكل حاجه، وابتديت اقلق، مش هيقدر اصلا يركز في اي حاجه تاني بالظبط، وهيكون خايف كل مره طبعا، يعني ان يحصل نفس المشكله يبقى هو كده اصلا ما حصلش على اي حاجه، بيحس ان هو ما بعدش الامتحان، انا ما عندي مشكله. ايوه ده حقيقي. كمان انا حابب التابلت يبدا من الاساس، من كي جي 1 كي جي 2 من اولى ابتدائي، اللي هو على ما يوصل المرحله دي اصلا اطلع بيه على الطالب، اطلع خطوه بخطوه كده من نظام التابلت. يا مستر احمد احنا البنيه التحتيه بتاعتنا لازم تقوى شويه، لازم نبنيها شويه من تحت، ضعيفه، ودي رساله انا بحب اوجهها لمعالي الوزير طبعا دكتور طارق شوقي، نهتم شويه بالبنيه التحتيه، حتى لو اعمل حصه واحده اسبوعيا لتكنولوجيا التعليم، اسمها حصه تكنولوجيا التعليم، تعالى اعلمكم حاجه جديده في تكنولوجيا. احنا خلاص دخلنا في المرحله بقى، خلاص التعليم الشغل اليدوي اللي جاي، خلاص بقى المرحله اللي جايه كلها مرحله التعليم عن طريق الانترنت والتعليم عن بعد. ده المرحله الجايه التعلم عن بعد تمام، فدي حاجه مهمه جدا. طب نرجع بس لنقطه الابحاث تاني، انا عايز اعرف هو المعلم ليه دور في موضوع الابحاث ده، ولا كله هيكون معتمد على الطالب، وهل هو هيكون ليه صدى جيد على الطلاب برضو أولاء الأمور ولا لا؟ طيب طبعا المعلم له دور، بس هو دور توجيهي إرشادي تمام. بمعنى طبعا احنا هنلاقي بعض الـ مش عايز اقول المعلمين، بس هو بعض المكتبات وبعض الناس هنلاقي بيع الابحاث جاهزه، او البحث هنلاقيه خلاص سلم دوت وارفعه على المنصه وانت كده تمام. طيب. لا طبعا مستر احمد، يعني انا عايزه في نهايه حلقتنا النهارده عايزه يعني تدي حضرتك نصيحه للطلاب ازاي يستفيدوا وقتهم في الوقت الحالي دوت. تمام. احنا عندنا وقت فراغ كبير. طيب انا بس عايز اقول اكمل بس اهب النصيحه، اقول نقطه بسيطه كمان، حته معلش البحث دوت لازم الطالب يبحث بيها لنفسه او جنب ولي امره، ما يبقاش حته ان هو يعني زي ما بنقول كده يبحث يتقدم وخلاص تمام، فدي نقطه مهمه جدا، فدور ان هو المعلم توجيهي ارشادي. ده بالنسبه لسؤال حلو قوي، حلوه النصائح لطلاب الثانويه العامه. طبعا نصيحه لطالب الثانويه العامه، انت قدامك فرصه ذهبيه مش هتكرر تاني تمام. ان انت تجيب مجموع عالي جدا
ان انت توصل للي انت عايزه وتحقق حلمك اللي انت تعبت فيه كل اللي فات ده كله. تمام تمام. فدي حاجه مهمه جدا استاذ احمد. انا صراحه انا اتشرفت بحضرتك النهارده كتير قوي، وحضرتك عندك معلومات كتيره. ربنا يخليك يا فندم. معلش هو الوقت النهارده ما سعناش كتير، بس انا كان نفسي ان شاء الله لينا لقاءات كتيره ولقاءات كتيره، وارجو من الساده المشاهدين هم يكونوا استفادوا من حضرتك. اتمنى ده، اتمنى والله اتمنى. وحضرتك يعني كميه معلومات رهيبه. ربنا يخليك يا فندم. ميرسي جدا، اتشرفت بحضرتك النهارده في برنامج اثر الحياه. احمد نورتنا طبعا، وللاسف الوقت طبعا يعني خدنا بسرعه الوقت عدى جدا جدا، ولا انا والله يعني سريعه جدا. ان شاء الله لينا لقاء اخر نكمل فيه موضوع حلقتنا برضو، وان شاء الله يا رب الفتره دي تعدي على خير، وكل طلابنا يكونوا ناجحين كده يا رب، ويقدروا يستغلوا الفرصه دي. في ختام حلقتنا، في عايزه تقولي حاجه؟ شكرا. في نهايه حلقتنا نتمنى نكون افدنا الجمهور، ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع ان شاء الله. انتظرونا ان شاء الله السبت الجاي الساعه 11:30 حلقه جديده من برنامج اثر الحياه.